بعد الكلاب شرطي فرنسي قتل انسان، وهذاك الانسان من ظهره اللي ماشي مليح خرج جزائري. خرجوا الفرنسيين في مظاهرات لان بالنسبه لهم هذا انتهاك لحقوق الانسان، ونحن فرنسا وكيفاش تقتلون المواطنين وما الى ذلك. وفي نفس الوقت خرجوا الجزائريين ولكن بمبدا اخر تاع كيفاش تقتلوا ولد بلادنا. وصروا اعمال شغب وتخلطت في فرنسا، وانا راه عاجبني الحال وفرحان لان هذه الامور صارت في فرنسا، لان كل حاجه تضر فرنسا انا تفرحني شخصيا من الاخر. دروك راني نشوف الريلز هادو تاع الناس جايبين هادو اعمال شغب ودايرين لهم موسيقى وفرحانين، وحنا لي زالجيريا وحنا مهابل وحنا تلمسنا نديرو لك ورجعنا لكم 132 عام في سمانه. شوف 130 عام ما رجعتهاش في سمانه، 132 عام قتلوا لنا فيها 8 ملايين انسان، اغتصبوا النساء، حرقوا الارض، اغتصبوا الارض، سرقوا من الارض، داروهم كاع. خاصك تفهم بلي 132 عام هذيك اذا راك باغي ترجعها لازم تشد في الاسلام، ماشي في العروبه وماشي في الوطنيه المزيفه، ماشي هذيك تاع انا جزائري وافتخر وحنا شواكر وحنا مهابل. ومن بعد يعني انت جزائري ومن بعد عمر واش قال؟ قال لك نحن قوم ابتغاننا الله العزه بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. كنا احنا اخر قوم فوق الارض، جاء الاسلام ورجعنا احنا الاولين، طغينا على الفرس، طغينا على الروم، طغينا عليهم كامل. بواش؟ بالاسلام. خاصك تفهم باللي انت كمسلم لو كان ما تشدش في الاسلام والله ماك طالع، كي ما تشدش في الاسلام تقعد انت ذيل الامه، وانت ماك شاد في الاسلام، انت اللي جاب فيديوهات اللي فيهم السرقه وفيهم الاسلام. ما كانش يسرق، الاسلام كان يفتح دوله، ما كانش يسرق وما كانش يقتل الناس اللي ما يحاربوش وما كانش يقطع شجره وما كانش يهدم معبد، وهذوك ما كانش يديرهم الاسلام. المسلم ما يجيبش هذوك الفيديوهات ويدير لهم او شوفوا اثينا ان ريل لايف، يشبهها بالافلام المحرمه اصلا. المسلم ما يجيبش هذوك الفيديوهات ويلصق معاهم موسيقى، موسيقى تكون موسيقى ديدين كلاش يا شكوب يا هذه الليله، خلو ياك فرحان فايق بروحك. اذا راك متخيل ولو 1% باللي انت تربح فرنسا بهذه الليله خلو ويا فرنسا تردح عليك، فرنسا عندها النووي وانت ما عندكش، بصح كي تشبث بالاسلام وتبتغي العزه بالاسلام ربي يعطيك العزه بالاسلام، الاسلام يخليك انت اقوى دوله في العالم، كي تتبع الاسلام وتولي انت اقوى دوله في العالم ماشي ترجع لهم 132 عام، تروح تدخل عليهم وترجعهم هما مسلمين وتعيشهم مليح، لان هذوك ماهمش هما ذنبهم الناس اللي داروا من قبل، انت تدخل عليهم وتحارب اللي يحاربوا الاسلام وترجعهم مسلمين وتعيشهم لابال في، تعيشهم افضل معيشه قادر يعيشوها كمسلمين لانهم رايحين يسلموا. ولكن انت كي تكون فاهم باللي انت ترجع لهم 132 عام بالموسيقى وبهذه الليله خلويه والله ماك مرجعها، هما اغتصبوا النساء، اغتصبوا الارض، قتلوا 8 ملايين انسان، انت واش درت في هذيك السمانه؟ مشيت سرقت تليفونات ايفون، شفناهم لي فيديو، وين راه الاسلام؟ وريني وراه الاسلام، انا فرحان، انا عجبني الحال، انا اي حاجه تضر فرنسا راني فرحان، بصح خاصك تفهم باللي والله ما ترجع لها 132 عام هذيك الا اذا رجعت لربي.